معايا يسون، هذا جوابك. صعب؟ صل على محمد وآل محمد. ثاني وثالثة. شوقي ما لا حدود والمدى بعد أجله عند ذكره تجود عند ذكره خبروني يا مالا كيف وصف الشعور أنا ناوي السيارة يا مالي مدني أي شيء أنا نقول يمن الحين يلا لا وصلت المدينة صرت بين البيوت فرصتك واغتنمها وانتبه لا تفوت وانتبه يا سلامي على اللي ذكراه يشفي الصدور في ركوع وسجود من يلومك بقربة لا نثرت الدموع لا نثرت الدموع أبشر اللي يزوره بالسعد والسرور أنا ناوي زيارة